ها، أهلا وسهلا أخي رضا. أهلا فيك. والجماعة رح يجوا بعد شوي، يعني إجيت بالوقت المناسب. بصراحة ما رح أقدر ضل، لا تأخذني، هالمرة رح أتركك لحالك. خير شوفي أخي؟ نحن رايحين نطلب عروس لأبني محمد. هاي القصة معروفة، الله يتمم على خير. يعني البنت كركبتكن شوي، بس إن شاء الله الله ما بيدوقكن هالشي مرة تانية. يا فيصل كان شي رهيب، لا تذكرني. بصراحة أنا كنت جاي لأطلب منك شوية مصاري. إيه صحيح طبعا، أنتو هلأ بيلزمكن مصاري، بتكون تساوي عرس يا أخي؟ لك يا فيصل، نحن فينا حيل لنساوي عرس. بالأول لك أخي خلينا نطلبها لهالبنت، والباقي على الله. خود، دفعنا لهون ودفعنا لهون، دفعنا وهذا اللي ضل بالصندوق، الباقي بدبر لك ياهن الله إن شاء الله. ماشي، شكرا. يلا الله ييسر لك طريقك أخي رضا، أنت شوف شغلك وما تأكلها. شو هالعناد يا بنت حتى ما تجيبيه هو وأمه وأبوه لهون لعندك؟ وما عم بتفكري شو نهاية هالشغلة؟ شو بدنا نعمل إذا فياض ما دفع أجار البيت وتقلعنا برات البيت؟ فياض شو رح يعمل فينا؟ طبعاً أنت أنانية، مالك مفكرة بعمتك؟ عمتك بكرة بترجع على ضيعتها وبتسكن ببيتها. إيه؟ وأنت شو بدك تساوي؟ شو بدكن تاكلوا؟ شو بدكن تشربوا؟ وين بدكن تسكنوا يا حبيبتي؟ معتمدة على هالخاتم اللي بأصبعك؟ ايه انا بموت وما ببيع خاتمي. هذا الشاب الاسمر عامل له شي عملة وجاب لك هالمحبس الغالي وانت معتمدة عليه. محمد رح يصرف علي ورح بتشوفي. شايفة هالخاتم؟ هذا عبارة عن دفعة من يلي بده يعمل لي يا محمد. هالشغلة ما عم بتفوت لراسي بنوب. ولك يا زكية، أي رجال بيشتري محبس $45,000 وبيقدمه؟ محمد بيعملها، وأنا لهالسبب بدي إياه يا عمتي، مو مثل بعض الجماعات يلي بيدفعوا الأجرة وبيمننونا بهذا الشيء، فهاد عم يعمل بدون منية. لك بنتي والله أنت جدبة، ما بتسألي حالك من وين هالشاب الأسمر جاب حق هالخاتم الغالي؟ محمد ما بده يعني أعرف، وأنا عم بتظاهر بإني ما بعرف. هو ما بيحب يستعرض. والله يا عمتي أنا باكل العنب والناطور في له رب متوكل فيه. الله يحسن ختامنا. آمين.